الجبس الزراعي زي ما احنا شايفين وزي ما هو مكتوب عليه كبريتات كالسيوم فوسفورية، من الاسم او التركيب الكيميائي بتاعه بيحتوي على عنصر كبريت، بيحتوي على عنصر كالسيوم، وبيقلل من قاعدية التربة، بمعنى ان هو بيعادل بيعمل على معادلة التربة او بيقلل من قرويتها وبياخدها في اتجاه. ما حاولش ان انا ازود الجبس الزراعي لان زيادة الجبس الزراعي في التربة بيعمل مشاكل للنبات جدا، للنص متر مربع اللي انا زارع فيه بالشكل ده. هاجي على الصندوق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد من فيديوهات تعليم زراعة الاسطح مع قناتكم اسرار زراعة الاسطح. ان شاء الله مكملين مع حضراتكم كل ما يعدوا اسبوع على زراعة الطماطم. هنسمي التسميدة جديدة او هنعمل معاملة جديدة في التربة اللي مزروعة فيها الطماطم. النهاردة ان شاء الله احنا هنعالج التربة اللي مزروعة فيها الطماطم بالجبس الزراعي. الجبس الزراعي اتكلمنا عنه قبل كده وهنتكلم عنه ان شاء الله النهاردة باستفاضة اكتر، وهنعرف طريقة اضافته للطماطم، وكمان هنعرف معدل الاستخدام بتاعه مع الطماطم ان شاء الله في التسميد الارضي. لكن قبل ما نبدأ باذن الله الفيديو بتاعنا، بفكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو ما تنسناش بالضغط على زر الاعجاب. دي شكارة جبس زراعي انا كنت شاريها ايام الرخص ب 25 جنيه 50 كيلو، لكن ما اعرفش النهارده غالبا هتكون في حدود 50 60 جنيه. يعني الجبس الزراعي زي ما احنا شايفين وزي ما هو مكتوب عليه كبريتات كالسيوم فوسفورية، من الاسم او التركيب الكيميائي بتاعه بيحتوي على عنصر كبريت، بيحتوي على عنصر كالسيوم، بيحتوي على عنصر فوسفور. يبقى احنا كده من اسم الجبس الزراعي كبريتات كالسيوم المائيه او كبريتات الكالسيوم الفوسفورية بنعرف انه بيحتوي على ثلاث عناصر مهمة جدا، اثنين من العناصر الغذائية المتوسطة اللي هو الكالسيوم والكبريت، وواحد من العناصر الغذائية الكبرى المهمة جدا اللي هو الفوسفور. الكبريت له فايدتين اثنين مع الطماطم. الفايدة الاولى اللي هو بيساعد على عدم ظهور الاوراق الصفراء وخصوصا في الجزء الاوسط من النبات، زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا في فيديو اعراض نقص العناصر الغذائيه اللي هسيبه لحضراتكم دلوقتي في البطاقات. فاول حاجه زي ما قلنا ان هو بيمنع اصفرار الاوراق في الجزء الاوسط من النبات. الحاجه الثانيه ان هو بيساعد او بيبكر من احمرار ثمار الطماطم. يعني احنا عندنا ثمار الطماطم لسه اول واحده تحت هي بدات تحمر بعد شهرين من زراعه الطماطم، ده يعتبر برضو مبكر لان احنا ضايفين عنصر الكبريت عند تجهيز التربة لزراعة الطماطم. عنصر الكالسيوم زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان هو عنصر مهم جدا، لان الكالسيوم لما بيكون ناقص عندي سواء في الطماطم او في الفلفل او البطيخ او اي من النباتات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، بيظهر عندي اعراض لمرض اسمه عفن الطرف الزهري. عفن الطرف الزهري اللي احنا اتكلمنا عنه في الجزء اللي فات، اللي هو بيكون فيه جزء اسمر زي ده كده في الطماطمايه او في الفلفل او في البطيخ من تحت، ده بسبب نقص عنصر الكالسيوم في التربة او في النبات. عشان كده لازم نهتم دايما باضافة عنصر الكالسيوم، وبرضو لازم نهتم باضافة عنصر الكبريت. عنصر الفوسفور زي ما احنا عارفين واتكلمنا عنه في فيديو العناصر الغذائية الكبرى اللي هسيبه دلوقتي لحضراتكم في البطاقات، بيساعد على التزهير الغزير وبيساعد على انتشار الجذور وتقويتها في التربة. النهاردة ان شاء الله احنا هنضيف الجبس الزراعي اللي بيحتوي التلات عناصر دول اللي هو عنصر الكبريت والكالسيوم والفوسفور زي ما قلنا، هنضيفه عن طريق اضافته للتربة. احنا ممكن نستخدمه في التسميد بالرش، لكن انا النهاردة انا هستخدمه في التسميد في التربة، لان من فوائد الجبس الزراعي او كبريتات الكالسيوم الفوسفورية ان هو بيقلل من قاعدية التربة، بمعنى ان هو بيعادل بيعمل على معادلة التربة او بيقلل من قرويتها وبياخدها في اتجاه الحامضية شوية، فبكده بتكون التربة متعادلة وبتسمح للجذور بامتصاص كل العناصر الغذائية اللي موجودة في التربة. طب ايه هي آلية اضافة كبريتات الكالسيوم المائية او الفوسفورية او الجبس الزراعي؟ كل دي اسماء للجبس الزراعي، كجبس زراعي او كبريتات كالسيوم مائية او كبريتات كالسيوم فوسفورية. اول حاجة بعملها ان انا بجيب اي اداة زي كده، اداة حادة زي كده، وببدأ ان انا اخربش التربة بالشكل ده، بعزقها عزقة بسيطة خالص في حدود 5 6 سنتي مش اكتر من كده،
بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. طبعا انا عزقت كل التربة اللي عندي اللي مزروع فيها الطماطم. بعد كده هجيب الجبس الزراعي، دول شوية جبس زراعي انا هشتغل بهم، ده كيلو. صندوق زي ده متر في نص متر، يعني المساحة بتاعته نص متر مربع. نص متر مربع ده هضيف له تقريبا 100 جرام من الجبس الزراعي. طب طريقة الاضافة هتكون ازاي؟ اللي هي الرش جنب النبات بالشكل ده كده. ممكن ابدر بدر بسيط كده في نص الصندوق. كده انا ضفت ال 100 جرام بتوعي تقريبا للصندوق ده. ما حاولش ان انا ازود الجبس الزراعي، لان زيادة الجبس الزراعي في التربة بيعمل مشاكل للنبات. هي ال 100 جرام كفاية جدا للنص متر مربع اللي انا زارع فيه بالشكل ده. هاجي على الصندوق التاني بنفس الطريقة كده. وبنفس الاسلوب في الصندوق الثالث بالشكل ده كده. واخر صندوق عندي هرش بالجبس الزراعي بالشكل ده كده. كده زي ما شفنا انا رشيت كل الصناديق اللي عندي بالجبس الزراعي، كل صندوق 100 جرام جبس زراعي. بعد كده هبدا ان انا اقلب التربه تقليبه بسيطه بالشكل ده كده، بحيث ان انا اقلب الجبس الزراعي في التربه. بعد ما قلبت كل الجبس الزراعي في التربة بالشكل اللي احنا شفناه ده، هبدأ ان انا ارويها رية بسيطة. زي ما احنا ملاحظين احنا عندنا التربة لسه رطبة شوية، لان كان في امطار كبيرة امبارح واول امبارح، مع اننا دلوقتي تقريبا في نص الربيع، لكن الجو مطر فجأة اليومين اللي فاتوا. لكن انا بعد التسميد بالجبس الزراعي هرش التربة رشة بسيطة بالمية علشان احاول ان انا ادوب الجبس الزراعي في التربة. رية بسيطة ارويها بالشكل ده، مش هجرق. تدويبة بسيطة بس للجبس الزراعي في التربة على مروي الرية الجاية ان شاء الله. بكده انا خلصت معاملة التربة اللي انا زارع فيها الطماطم بالجبس الزراعي، ودي معاملة مهمة جدا زي ما قلنا، ان هي بتفتح التربة وبتهويها وبتساعد على انتشار الجذور وبتقلل من قلوية التربة، وبتسمد التربة بعنصر الكبريت المهم جدا للطماطم، وكمان بتسمد بعنصر الكالسيوم وعنصر الفوسفور. يبقى دي اهمية الجبس الزراعي وطريقة معاملة التربة بالجبس الزراعي. طريقة سهلة جدا ومفيش فيها اي صعوبة. كنتم مع فيديو تعليمي من فيديوهات تعليم زراعة الأسطح مع قناتكم أسرار زراعة الأسطح، وأشوفكم في فيديوهات تانية على خير بإذن الله.